ناولني 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 شاف 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 جاي براتوريا عبيد عبيد هنا 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 ناولني 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 حاط الكورة حاط الكورة حاط شيء ترجاه برا. أقول هزار. نعم. أقول وين كورتك اللي اشتريتها لك؟ موزيها موزيها في غرفتي عشان موزيها. يعني مهي بذي؟ لا بكرشتي. أنت تغدغني. عاد أقول لك أنت الحين وراك موزيها؟ لا تعرف يعني عشان ما يشقونها ولا يجونها ولا شيء عشان ما حد شقها ترى. أنا بس عشان أقول إنك تلعب فيها بدل ما تخشش أو توزيها. على تقعد نظيفة زينة ما فيها شيء ما شقوها ترى ما حد شقها. زين أقول يا ولدي حزار أنا وأنا ماشي لقيت لي كتاب مرمي هنية وقعدت أتفرج عليه وأشوف الصور اللي فيه قلت بس هذا كتاب ولدي يفتح حق المدرسة. هذا قصة زورو. وشو من اللي زاره بعدين هذا؟ وش هو زورو هذا؟ شاعر عباسي ولا شاعر نبطي وحطي له قصة؟ لا هذه قصة الزارو قصة خيالية. أهم شيء يا ولدي لا عاد ترمي شيء في الأرض وخاصة هالكتب. أنا الحين أبروح للدكان تخاويني؟ لا ما بيروح. زين يلا هجل مع السلامة. مع السلامة. يسار كذا جدي كذا. إيه حاسبها يا رجال عارف بيتي عارفه. يلا رح لا تقعد تسقى بالبيبان. لا ترى كل شيء طيحته وخربته. عارفه يا ولدي الله يهديك الواحد ما يعرف بيته. اللي قايله يا ربي حسبي الله عليك يا ابو طب ابراهيم وبين شك كورتي الكتاب خلني اقرا ممكن اغير نفسيتي ارسل الكوره. اجل هذا المهبل كله مهبل. خوافي ليه؟ ما تدري ليش يخافون منك؟ لا ما ادري ليش. لانك انت القوي عندهم. طقه يهابونك هنيه. ايه نعم ولا في واحد في قرية غشمشت
ما يهاب ابو طم ابو طم يدل شلطه معه عسكر من الورعان يشيلون الرحمن الرحيم اما حنوير يا حل عجوز الخبيثه عطيني ثباتك تثبات ما لا يثبتك اقعد عليك الساحق الواحد انزلع بس وش اللي عطيني ثباتك يا حل ارسل فداك حبيه وجهها حبيه اصبر بعدين مجنون مجنون اقبض على على ابو الدجاج اقبض على ابو الدجاج جبه هذا اقبض على ابو الفواكه وجبه وقف عندك شوي وين المقسوم حق اليوم لا تخلي شيء يلا الحقوني الحقوني على المخفر ليه يلا الهمام 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 خذ كل شيء كل شيء فوضى بس وش تبي جاي تزعج علينا وش تبي ايه وش تبي انا اللي بقدمكم انت وياه اللي شكلكم زبازب بنقطة حمراء لا قطع جلدكم تقطيع بعد تسرقون خلق الله واخر انتو دبابك هل كنا حق توصيل البقالات لا انادي ابو طب يربي انا زارو اللي بوريكم ونصتكم تنصيت بعد 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 ما ادري ايش اسمه والله نسيت اسمه بدع اللي معي لا نصتكم اللي ما تحطون حمام الرجال الحين ما احنا بحاطينه واعلى ما في خيرك اركب انا اوريكم يلي اللي ما بقايلها اذا ما لصتكم ذا الحين واخلي ذا الريش اللي كنا ريش طاووس مغطس بجسمه بذيك الصفرة حقت البيض البصل قسما بالله لوريكم خذ خذ بعضي ولي 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 دارو بس وباقي كل حد وأتشكك شكرا كثير من أنت أنا زارو ويناتوني يمكن يعني بعض الأحيان يعني على حسب يمكن هزار وأنا بعد أتشكرك يا هود يا هود زورو 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 خذ خذ أنت عارف اسمك أنت اسمك دعيب أنت اسمك دعيب وذا اسمه مبارك والله يا حالك بحد خذ خذ هذا كرتي فيها ارقامي واذا احد جاكم ولا لمسكم وفيها لو سبحان الله تبي توصيل ولا خضره ولا جسمه فواكه ترى ما عندي مشكله فاضي الظهريات وعندك الايميل www بحالك احددكم يلا الحين بعد اذنكم عداك زاروا زاروا بس والباقي كله خاص بس يا الفقمة بس يا المطريق واحد يا المهبل يضرب اثنان ما تدري انت ما تدري هو سوى فينا والله يا سيدي والله انه معاه صوت تدري لو تجرب لشطته شوف شلون لشطني لشطار يسلمه تدري لو تجرب لشطته والله انه يطيح شبك المنبح هذا اي والله وسمم هالجف يا رجال يمكم رخوب ويقول مهدي والله انخدتوا من احد شيء نحس فيه رجولنا يهبكم الخوف يا ولدي قدامي قدامي داروا بس والباقي كله خس انت يا ابو عزوز الله يطول عمرك عارفك يا بلبقر ما تلاحظ لك اسبوع ما عطيتنا شيء والله طال عمرك ما بعنا شيء من هالبقر ابد حتى جبنها وقشطتها وحليبها ما بعنا منها شيء مره بقركم يطلع علب قشطه مو هو بالبقر اللي يطلعون قشطه وش هو ما يحطونها في علب وش فيك انت يا الخبل هم يعصرون البقرة ويطلعون منها القشطة ويحطونها في علب فهمت؟ يا رجال خلونا من القشطة والزبادي خلونا بالمهم عطونا المقزوم ما معنى شيء ابن حلال من أن نعطيك يعني أيها العسكر اهجموا عليهم وربطوهم بالحوش هذا يلا يلا
ترى وبس والباقي كله خاص. يا زعيم الحق علينا، هذا راح الصوت زارو، هذا اللي قلنا لك عنه. انا زارو، انت بنفسكم تلصيق. يعني انت اللي بتوقف في طريقنا علشان ما ناخذ حلال النص؟ انا زارو اللي بوريكم نجوم الظهر في شو اسمه في ذيك، انا اللي بقطعكم تقطيع. هالعين هذا الدل خلية اللي مخوفكم، شره والله ما يبعلاكم، شره والله علي انا يا الفقمة انت البطة اللي تخافون. اقول عطني الصوت حقك هذا لا وخلك من اللعبة الورعان احسن لك. اقول وقف عندك ولا لنصبتك تلصي بهالصوت. ما بعد جابته امه اللي بيطقني، انا اخلي امك تشوفك وانت تطق يا ابو شنب. انت يا اللي ما ادري ايش تبي، خذ هذه ابقع السيف وين، وخذ هذه الثانيه، وخذ هذه الثالثه، الضربه اللي هذه انا ابو طم على اخر الزمن يجي يضرب لي بالصوت على ظهري. تستاهل، ما تستاهل، ايش ما تستاهل يا زعيم. مو انت يعني شو اسوي لك؟ احنا ذقنا الصوت قبلك، احنا تعذبنا ضربنا قبلك، لانكم رخوم وتستاهلون. ما في زحتوا معي يوم انك طقني يا رخوم. يا سعادة الرئيس، حنا ما نبي نذوق الصوت مره ثانيه. شوف والله انه للحين موسم في ظهري. هين يا زورو ذا، هين بس هين والله اني لا خليه يعذرم. وش تبي تسوي فيه؟ وش بسوي له؟ ابى اجيب لها فرقه مقاتلين. والله لا خليه يعذرم، لا خليه يعذرم 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 لي على لا خليه يعذرم. بس انت عاين منا امنيا، منا وانت عاين هنا يا ابطال السلاح، يا ابطال السلاح تعالوا 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 اسرعوا. يا حي وش حالك خشمك؟ طيب وايش حالكم؟ ما شاء الله علىكم، ما شاء الله علىكم. اسمع يا ولد، انا ابغاكم. الله ربعك الله خويا يا مرحبا بهم، والله من الفهم لما القاهم القهوة يا ابطال السيلات. انا ابيكم تمسكون زوروا ذا وتكسرون عظامه عظمه عظمه، وتجيبوا لي طلوعه علشان اشويها واكلها. ورا ما طقيتهم طيب. انتم عاد تعرفون اني ابو طمب اقوى واحد في العالم، وابغاكم انتم تستفيدون وتاخذون دراهم وتطقون الرجال طق طق طق. ما دام فيها فلوس مشانها الحين. طمبي قايد الشرطه مع عسكر من الوضع، يشيلون المقاري لكن ما ادري وين يودوها. طمبي قايد الشرطه مع عسكر من الوضع، يشيلون المقاري. وحكه وحكه اي 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 حيالله قناص بالقير والقهوه ولا عشاب ولا لي منه. يلا حي. يا هلا يا هلا بهالصوت، هذا شدنا صوت حلو، موسيقى موسيقى. حي الله ابو طمب رئيس الشرطه حامينا. اهي هلا شد وما دام انك عارف اني حاميكم ولا من مستتبهنا. يا انا شد ايه ولا ما تعطينا من الهيل ومن القهوه ومن اللي انت خابر. يا ابو طلب، امس اعطيتك نص اللي عندي. والله
والله ما عاد بقى عندي الا طال عمرك اللي يا الله يجيب حتى راس الماء. عطى طن المخشوش. اقول يا رجال بلا راس بلا رجل، اخلص علينا بالمعاناة ولا اهلي لاشيل هذه كلها. عندي فكرة، ها وش رايك طال عمرك، ها هذا اللي عندي اقوم انا ارفع الاسعار فوق، ولا رفعت الاسعار اعطيتك نسبة. ايش الله عليك، تعطيني نسبة 50%. ايش الله وتشاركني بعد، يا سلام. شلو الاغراض، يلا شلو هذا الحوايج. حسبي الله ونعم الوكيل. هلا بالدجاج، وش حالك؟ كيف حالك يا طم؟ كيف حالك ابو الطنبي؟ بخير يا رجال، عطنا المكسوم. انا من بعتك امس، انا اعطيتك امس، اليوم ما بعت. انا لو بعت اعطيه انا لو بعت اليوم ما بعت. اشهد الله يلا رجاشل سلام محل. يلا هلا والله يا حلو يا مزيون يا ويل والي ولا. اقول استح على وجهك بس وخل عندك دم وحياه. هلا يا بنت الاجواد، قاصد خير تزوجيني واعطيس طن رز. يا على الرز اللي تطفحه وتموت، ان شاء الله تروح النار. امشي يا جليل الحيل ما تستح على وجهك. الشرها والله مو بعليس، الشرها علي انا. هنا رئيس الشرطة أبو طم، أشرها علي بعضيت وجه. أنت غلطان ليش معطيني وجه؟ الله هي وجهك، الله هي زينك من حالاتك عاد. طاح حظك، ايش تبي الحين؟ يلا يعني ايش بتسوي الحين أنت؟ ايش بتسوي؟ وش بسوي؟ أباخذ سبالة غصب. تعالي يا ماخوذة ما بقى بعد تشوف حريم خشب شاب. هذا زور الماخوذ الله لا عقله. الحين انت وش جابك؟ قل لي وش جابك؟ أنا جيت واحد دق علي تليفون من كمينة قال لي إنكم قاعدين تلعبون في الديرة يا المرعان، وأصلا تأخرت بعد شوي. شو وليه؟ والله كان صدق عاد ما أعرف أكذب، كنت في الحمام يمكن قعدت 24 ساعة ما بطني يمغصني ماكل شكشوكة ما أدري شيء بكم بزينة. ها جابك الله يا زورو يا ويل، وينك ويناه؟ اهجم على يا اهجم على Yeah!
هجم على هجم على طقها طفو طفو اذبحه اذبحه بلصتك تنصير داروا بس والباقي كله خس هزار داروا وشلب وش تبي؟ اقول عطى عطى اغراض الناس اللي خذيتها يا الحرامي بس كل اللي عندنا حلالك نبى نعطيك اياه يلا قم قم عط 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 زروع الحلال اللي عندنا كله يلا بسرعه قبل قبل ما تكسر المكاتب سيد اخاف اخاف معك يا رجال روح ما عندنا حلالك الله يجعلك ان شاء الله ذكرا للمواطن والوطن تعال بالله تعال بالله لا بقعد هنا يا بقعد هنا يا خواف حط 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 شوف واحدة اثنين ثلاثة هذه ناقصة وش تبي؟ باقي دجاجة يا الحرامي ولا لقطعك تقطيع بصوب ولا صدق تنصيط وها يا رجال ما عند الله حلالك ابشر انت تامر وحنا نطامر نخاف نخاف يا رجال مع زورو 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 هذا همامك يا مبارك رجعته من العسكري عندك العيب يا زورو تحيم تحيم شيل معي شيل معي وانت وانت يا ذا يا ذا هذه اغراضك رجعتها من العسكري القلق ابو شنب اللي شنبها كذا ما ادري شو قايل والله لك حقيقه انك ما قصرت يا روزو ما هم روزو زورو ايه زورو ايه انا والله من زورك من صوتك ذا اللي مشبهن عليك ما تعرفني ما نبي هزار انا ما نبي يعني ما هو انا ما هو انا واحد ثاني اقول يعني ما ابد نفس الصوت لا 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 ما حتى شوف اني ما اعرفك انت اسمك قناص اي قناص قناص ما اعرفك قناص ما اعرف والله ما هو انا نفس اللحم ونفس لا لا واحد ثاني ما تحسبني انا هزار اي انا هزار بس ما ما بنا ما بنت اي ما بنا الله يجزاك يلا يلا اقول ما قصرت الله يطول عمرك الله زار وبص والباقي كله خاص انطلق يا ربع انا اقول انه هزار صوته الخالق الناطق ولدي وش بلاك هزار وش اللي حاصل يا ولدي قم للصلاة الله يهديك طلع حلم هزار يعني طلع زورو وكذبي بني بزورو ولا بكوي وش زورو يا رجال مش قم على الغداء قمت غد الله يهديك ما 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 خلوني لا تغدى لازم تصحوني قم للغدا قم تغدى الله لا يوفقك ولا يوفقك في ما طلعت قوي يعني كل شيء الواحد لين قاعد يقرا قصه وينوم يطلع مو قوي يطلع قوي بعدين ما ادري خلاص روح لبيتكم ما ارقد ما ارقد